قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة كما اعتدنا يا أحبابي. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا في خير وفي أحسن حال. معادنا النهاردة إن شاء الله محل أسئلة السكيلز الخاصة بالوحدة الـ 12 يونت 12 كيبن سيف، تحديدا كتاب جيم. يلا افتح معايا كتاب جيم صفحة 115، صفحة 115، وهنحل إن شاء الله ونناقش فيه السؤال الأول اللي هو سؤال الإساي الأولاني طبعا اهوت. نمبر 1، write an essay of about 150 words on one of the following. اكتب إساي على واحد من الموضوعين دول. How we can make schools a safe place for students. ازاي نجعل المدارس مكان آمن للطلاب. يبقى هنتكلم فيه عن السلامة المدرسية. والتاني the role of women in developing societies. وده إساي مهم جدا جدا، دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمعات. وده مهم جدا، يا ريت حضراتكم تكتبوه وبعتهولي إن شاء الله. اللي عايز يعلمه علمه له في التعليقات إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا عشان تكتب إيسي ممتاز، وانا وعدت حضراتكم ان شاء الله بحلقة كاملة بإذن الله ومحاضرة كاملة عن how to write a super إيسي، ازاي تكتب مقال خرافي او مقال ممتاز ان شاء الله تحصل بيه على الفول مارك، ده هيبقى ليه حلقة ان شاء الله كاملة. ولكن على السريع كده، نمبر 1 عشان تكتب مقال كويس جدا، نمبر 1 لازم تحضر افكار، prepare your ideas. طبعا تجيب شيت كده، ورقة درافت مسودة، وتبدأ تكتب فيها، تعمل برين ستورمينج، يعني ايه؟ تشغل دماغك كده وتبدأ بقى ايه، تعصر زي ما احنا عصر لدماغك كده، وتطلع كل الافكار اللي تيجي في دماغك على موضوع، مثلا على سبيل المثال الموضوع الثاني ده اللي هو اكثر اهمية، دور المرأة في تطوير المجتمعات. تكتب كل الافكار، المرأة ممكن تعمل ايه عشان تطور المجتمع. كويس جدا. بعد ما كتبت كل الافكار حتى لو في البداية ان عربك باللغة العربية، تمام يا كبير، تبدأ تاني خطوة تستبعد كل الأفكار اللي ملهاش أي علاقة بالمقال. تمام، لازم الموضوع بتاعنا يكون من أهم صفاته الكوهيرنس، يعني الترابط أو الوحدة العضوية زي ما اتفقنا. طيب ده نمبر 1. بعد ما حذفت الكل، أبدأ دلوقتي لو كتبت الأفكار بالعربي أبدأ أترجمها إنجليش كما تعلمت، ولو كتبتها إنجليزي أبدأ أشوف بقى يا ترى أنا كاتب صح ولا في أخطاء من ناحية ترتيب الجملة او من ناحية الجرامر او من ناحية البنكتشويشن، علامات الترقيم او الاسلوب. ابدأ اظبط في المسودة دي كل حاجة في الاساي بتاعي. بعد ما اخلص ان شاء الله احاول اربط بين الافكار بتاعتي بكلمات سهلة بسيطة، زي مثلا first, second, third، تمام، او firstly, secondly, thirdly, fourthly، وهكذا. وفي النهاية بتقول finally وتذكر رأيك زي ما انتوا عارفين، وطبعا ملتزم بشكل الإيسي اللي هو لا يقل مثلا عن 3 paragraphs، 3 باراجرافات بتقسم فيها الأفكار بتاعتك. ده الشكل مهم جدا وبتاخد عليه مركز درجات. أحبابي عذرا كان الصوت بس ضاع شوية بسبب تعبان شوية، دور برد كده، دعوات حضراتكم. وطبعا برجع كمان من الشغل، يعني مخلص زي ما بقولوا بنزين، دعوات حضراتكم. تمام، بعد ما كتبت 3 or 4 او 5 paragraphs، ربنا سبحانه وتعالى اي واحد مثلا بس اكتب paragraph واحد على الاقل يا حبيبي 3 paragraphs بيتقسم فيهم الافكار. وصلت يا شباب كده؟ تمام، تبدا تنقل بقى ان شاء الله موضوعك في مكانه في الاجهاد. ولا مثلا ده احنا تابلت، والله التابلت بقى احسن، لان حضرتك ممكن تكتب الجمله وتعدل فيها، يعني تقدر تعمل ديليت للكلمه مفيش مشكله، يعني العمليه بقت اسهل كمان من البدايه، ان انا اكتب درافت في البداية وبعد كده انقلها. لا، انت ممكن تكتبها كمان، تعمل درافت عادي في ورق بره وتكتبه بعد كده تنقله على التابلت بتاعك، بحيث ما يبقاش فيه اخطاء. خد بالك، لازم تراعي زي ما اتفقنا، لازم مهم جدا جدا ترتيب الجملة، فاعل وفعل وباقي الجملة. باقي الجملة ده الكومبلمنت، قد يكون صفة واسم.
قد يكون حرف جر واسم، قد يكون اوبجكت مفعول، صح؟ وعايز جمل سهله وبسيطه يا حبيب قلبي تراعي فيها ترتيب الجمله المنطقي في اللغه الانجليزيه. والله بدايه كل جمله كابيتال، اخرها فول ستوب كبيره كده واضحه. فول ستوب مش حاجه طبعا، فول ستوب هتبقى ظاهره عندك. حاول يا حبيب قلبي تلتزم بال 150 كلمه. انت عندك عداد وانت بتمتحن موجود عندك بيعد لك في السؤال ده عدد الكلمات، حتى لو كتبت حروف جر صح بتاخد عليها بتتحسب لك حروف. يعني ما تحاولش تقل عن ال 150، حاول تزود كمان 155 مثلا كلمه او 160 كلمه، يبقى انت كده ضمنت حته الكم في جيبك. اكتب جمل سهله وبسيطه، انا مش عايز جمل معقده، تمام؟ تاخد ويستخدم فيها كلمات اللي انت حفظتها في المنهج او كلمات اللي انت عارفها كويس جدا، تمام؟ هتاخد ان شاء الله الفول مارك. ومش عايزين فزلكه كدابه، في بعض الناس تحب الفزلكه ما بنحبش الفزلكه. وانتظروني ان شاء الله، انا بدي بس كده خطوط عريضه زي ما بيقولوا برود لاينز اللي حضرتك تقدر تعمله في سؤال الايسي، واللي يقدر ان شاء الله يكتب يبعت لي باذن الله. تعالوا هقراه على فكره، مطنش والله، وهشوف ان شاء الله لو في اخطاء هقول له في التعليق عندك ايه وايه راعيها، وتحت امر حضراتكم، تمام؟ يلا بينا بقى ننتقل لنمبر 2، السؤال الثاني. Translate into Arabic، ترجم للغة العربية، ترجم للغة العربية. الناس معايا حبايبي؟ تمام التمام. عشان اترجم من English لArabic خد بالك يفضل ان احنا نبدأ بالفعل، نبدأ بالفعل. حضرتك نمبر 1 هتقرالي السنتنس الجملة كاملة من اولها لاخرها مرة واثنين وثلاثة واربعة، تمام؟ تحدد فيها الكلمات الصعبة لو في كلمات صعبة قابلتك، تمام؟ تبدأ تخمن معناها من خلال السياق او تجيب كلمات تدي نفس المعنى تمشي بيه المعنى. بعد ما قريت وفهمت الجملة سمي لو ترجم بلغة عربية فصحى، مش عايز بقى اللغة العامية اللي احنا بنقولها لبعض احنا واصحابنا دي، انا عايز لغة عربية فصحى زي اللي انت بتبقى مكتوبة لك بقى ما بتترجم من عربي لانجليزي، نفس اللغة دي كده، تمام يا شباب؟ طب يلا بينا كده عملي. طبعا واهم حاجه في الترانزليشن او سكيلز بصفه عامه حبايبي هو التدريب الكتير والتمرين الكتير عليها وحل اسئله كتير عليها مع تصحيح. بسم الله ما شاء الله، دي افضل طريقه تمام، تبعا للمبدا براكتس ميكس بيرفكت، يعني كثره التمرين تؤدي الى الاتقان. ان شاء الله هتبقى ممتاز مع التمرين الكتير ومع تصحيح اخطائك، مش هتكرر الاخطاء خلاص لحد ما توصل انت تبقى بيرفكت ان شاء الله في كتابه الايساي او في الترانزليشن الترجمه. تابعوني وانا الحمد لله لحد دلوقتي حليت كل تراجم الوحدات اللي مرينا عليها، تمام يا شطار؟ شوف انا بترجم ازاي حبيب قلبي، وهتلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب نقطه تانية مهمه جدا، لازم يبقى عندك كم كبير من الكلمات، تكون حافظ كم كبير من الكلمات، يعني عندك ثروه لغويه من كلمات وتعبيرات، ده بيساعدك كتير في سؤال الترجمه. يلا بينا حبايبي نحل مع بعض الجملة الأولى، عمل اهو نطبق ونشوف هنعمل ايه. نقرا Traffic police insist that all cars should have a valid fire extinguisher to have a license. يعني ايه حبايبي؟ شرطة المرور، يبقى عندنا كلمة Traffic police، يعني ايه حبايبي؟ شرطة المرور. insist، يلا بقى لو حضرتك معاك سكتش بتاعك بتاع الملاحظات ده بقى داون معايا ان شاء الله في سكتش الملاحظات. كلمات صعبة مش عارفها بتقابلها لأول مرة تفضل، أي ملحوظة إن شاء الله عايز تضيفها برضو تفضل اكتبها، هيساعدك كتير بإذن الله تعالى. Traffic police insist that، يعني insist that تصر أن، احفظ بقى الفعل مين؟ insist insist that، يعني insist that قلنا تصر أن. All cars طبعا insist قلنا لو جه بعدها that تتبع بجملة كاملة، لكن insist لو حطينا بعدها حرف جر يبقى حرف الجر on، insist on بمعنى يصر على، يبقى insist that all cars كل السيارات should have a valid، valid بمعنى صالح او ساري، fire extinguisher يعني طفاية حريق. يبقى من الاول بقى نقول ايه؟ تصر، يلا بقى صح بقى ان احنا نبدا بالفعل، يبقى تصر شرطة المرور، تمام؟ ان كل السيارات يجب ان تمتلك طفاية حريق صالحة او سارية، تمام؟ to have a license لكي تحصل السيارة على الرخصة او لكي تحصل على الرخصة. it's an طبعا license بيبقى اخرها CE بس ده خطأ مطبعي وعامله SE، تمشي ما فيش مشكلة، license بمعنى رخصة. it's an important rule that ensures the safety، يعني ensure، ensure بمعنى يضمن، برافو عليكم، ensures the safety وده قانون هام او قاعده هامه، وذلك قانون هام او هذا قانون هام او قاعده هامه
لضمان السلامة، لضمان السلامة. طبعا كلمة سيفتي بمعنى السلامة. نمبر 2، يبقى على بعضها نقدر نقول اهوت. تصر شرطة المرور ان كل السيارات يجب ان تمتلك فاير اكستنجويشر، طفاية حريق صالحة او سارية لكي تحصل على الرخصة. وهذه قاعدة هامة او قانون هام، ذات انشورز سيفتي، الذي يضمن السلامة. خلاص كتبنا دي حبايبي، بنكتبها. طب نمبر 2، توليرانس از ويلنينجنس، ويلنينجنس يعني حبايبي، ويلنينجنس تمام، ويلنينجنس معناها الاستعداد. طب هناخدها تلاته بس، تو اكسبت، اكسبت بيهيفير، ما اسمهاش اكسبت على فكره، النطق الصح اكسبت، اكسبت ادي النطق الصح والله. طيب بنقول تاني اهو، توليرانس از ذا ويلنينجنس، يعني ايه ويلنينجنس؟ ويلنينجنس ويلنينجنس بمعنى الاستعداد. تو اكسبت بيهيفير، بيهيفير يعني السلوك، اند بيليفز، كنا عارفين كلمه بيليفز يعني المعتقدات، اللي الفيرب منها بيليف اللي اخره في في اي بمعنى يعتقد، ذات ار ديفرنت فروم، واحفظ طبعا الصفه ديفرنت فروم يعني يختلف من، الاول كده بنحط وبعدين هنترجم، يور اون، ذس لذلك، ذس بتساوي سو بالظبط، وي اول او بتساوي ذات واي، كل دول بمعنى ذلك، وي اول كان شير بيس اند ميوتشوال، ميوتشوال اندرستاند، ميوتشوال يعني ايه؟ مشترك او متبادل. حتى يقول لك على الفيسبوك عندك، على الفيسبوك عندك يقول لك ميوتشوال فريندز، يعني الاصدقاء المشتركين بينك وبين شخص تاني، واندرستاندنج بمعنى الفهم. يلا بقى نترجم مع بعض بعد ما نظرنا نظره وكده ايه عامه على الجمله وقريناها وفهمناها، يبقى نقول مع بعض اهوت، صلى على رسول الله، قول صلى الله عليه وسلم. ان التسامح، طبعا كلمه توليرانس بمعنى تسامح، امال متسامح يا حبايبي فكرونا بيها حبايبي، لو مستر توليرانت بمعنى متسامح. ان التسامح هو الاستعداد، ويلنينجنس بمعنى ايه؟ الاستعداد. تو اكسبت لقبول، لقبول مين؟ بيهيفير، لقبول السلوك والمعتقدات، ذات ار ديفرنت فروم يور اون، المختلفه عن معتقداتك او التي تملكها. تمام، ذس ولذلك، وي اول كان شير بيس، جميعنا قد نشارك السلام، كان شير بيس انا ايه؟ نشارك او نتشارك السلام، اند ميوتشوال اندرستاندينج، والفهم المتبادل او المشترك. كتبتها يا باشا؟ كتبناها مستر. ايجيبت ويل نيفر فورجيت اتس سانز، يلا هقرا بقى على السريع واديك الاجابه. ايجيبت، وتعمل اللي انا قلتها كده، تقرا في البدايه تشوف الكلمات، لو في كلمه صعبه عليك تخمن من خلال السياق. Egypt will never forget its sons who work hard to build it, or those who devote their lives to it. Their efforts offer us comfort and prosperity. يبقى هنقول لن تنسى مصر ابدا. ادينا برضو بدأنا بمين يا حبايبي؟ بدأنا بالفعل، صح ولا ايه؟ لن وجملة منفية، will never، يبقى لن. لن تنسى مصر ابدا ابنائها، sons ابنائها، who work، والذين يعملون، work hard، والذين يعملون بجد، to build it، لبنائها، or those، او هؤلاء، who devote، devote يعني ايه؟ devote بمعنى يكرس او يخصص، الذين كرسوا، تمام، their lives، حياتهم لها، تمام، their efforts offer us، فمجهوداتهم قدمت لنا، offered us بمعنى قدمت لنا، طبعا offer بمعنى يعرض كمان، بس هنا في السياق قدمت لنا، convert، convert يعني الراحة، and prosperity، الرخاء. طبعا فين كلمة welfare؟ welfare يعني الرفاهية، لكن prosperity يعني الرخاء. number 4، للناس اللي عايزة تبقى ممتازة في الترجمة، rules and laws are made to govern people's social behavior. يبقى هو يلا بينا، rules القواعد، laws القوانين، are made، وضعت، مش هنقول صنعت هنا بقى، وضعت، to govern people's social behavior، لكي تحكم السلوك الاجتماعي للناس. يبقى نقول اهوت، وضعت، على مش معايا، وضعت القواعد والقوانين لحكم السلوك الاجتماعي للناس. بدأنا بمين الاول؟ صلى الله على رسول الله، تمام، بكلمة سلوك، وبعد كده قلنا الاجتماعي، يبقى السلوك الاجتماعي للناس. حلو قوي قوي، طبعا بيبو العاقل، فحطينا الابوستروفي اس لاس مين؟ الملكيه، تمام التمام. يبقى الجمله دي تاني عشان حبايبي، يبقى نقول اهوت، وضعت القواعد والقوانين لتحكم السلوك الاجتماعي للاشخاص او للناس، تمام التمام، فيش مشكله دي. they also aim at
وهي ايضا تهدف الى اللي هي القواعد والقوانين ام ات، وام ات تتبع باسم او فيرب اي ان جي. طبعا ترتيب الجمله فعل وفعل زي ما حضراتكم شايفين. reducing يعني reducing تقليل، harms harms يعني الاضرار، and disorders يعني الاضطرابات، وتهدف ايضا او هي ايضا تهدف الى تقليل الاضرار، harms يعني ضرر، وهرم فعل بمعنى يضر، وdisorders كلمه بمعنى بمعنى ايه لسه قايلها من شويه ناس شاطره بمعنى الاضطرابات. زي الفل يا حبايبي، زي الفل يا مستر محمود. يلا بينا نروح للجمله اللي بعد كده. Egypt is famous for its ancient monuments that attract millions of tourists. يلا نترجمها مع بعض. إن مصر شهيرة، إن مصر في مصر طبعا بمعنى ها شهير بي، إن مصر شهيرة بي its ancient monuments، قلنا monuments يعني آثار، that attract، attract يعني إيه؟ تجذب طبعا بالجيم تمام مش بالكاف، تجذب millions of tourists ملايين السياح تمام. Thus لذلك we should make good use of، يجب علينا أن نستغل، احفظ التعبير دوت اللي هو make good use of يعني نستغل، بتسوي كلمة تانية اسمها exploit، exploit لو عايز تكتبها اكتبها، ممكن اكتبها لك هنا اهوت. كلمة برضو بتسوي كلمة او تعبير make good use of اللي هي كلمة exploit، اهي هكتبها هنا حبايبي exploit. وصلت كده؟ exploit بمعنى ايه؟ exploit بمعنى برضو يستغل. وصلت؟ تمام التمام. طب يلا بينا نكمل مع بعض. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يجب ان نستغلها to develop لكي نطور this important industry، هذه الصناعة الهامة. يبقى على بعضها ان مصر شهيرة ومشهورة بآثارها القديمة والتي تجذب ملايين السياح، لذلك يجب علينا أن نستغلها، نستغل هذه الآثار to develop this important industry لكي نطور هذه الصناعة المهمة. طبعا كلنا عارفين الverb develop بمعنى يطور. Number 6. The project of the new capital Allah is a massive project which will move Egypt to new horizons. إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة the new capital او العاصمة الجديدة the new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة او the new capital، يبقى ان مشروع العاصمة الجديدة is a massive project هو مشروع ضخم which will move Egypt والذي سينقل مصر تمام. طبعا استخدمنا هنا ضمير وصل مع غير العاقل لان المشروع غير عاقل which او ذات تمشي، will move Egypt سينقل مصر to new horizons مش horizon والكلام لا horizons horizons يعني يا حبايبي الى افاق جديدة، كلمة horizons يعني افاق جديد افاق، وطبعا new يبقى افاق جديدة. it also created a great number of jobs وهو ايضا خلق تمام عدد عظيم من الوظائف او عدد كبير من الوظائف. وصلت؟ تمام التمام. يلا بينا نروح للترجمة بقى translate into English، نترجم ازاي من اللغة العربية للغة الانجليزية، وست تراجم ان شاء الله هنشوفهم مع بعض حالا. بس الاول نصلي على مين؟ اللهم صل على النبي نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم translate into English. الجملة الاولى كانت بتقول ايه عشان نبقى مع بعض في البداية؟ كانت بتقول اهو يتعرض الناس في مصر للحوادث بسبب اهمالهم لقواعد السلامة التي وضعت لحمايتهم من الحوادث. يلا بينا حبايبي جملة، وطبعا الكتاب موجود قدامك صفحة 115، تعال نشوف الحل مع الشرح بإذن الله. نبدأ بالفعل، يبقى نقول ايه؟ الناس في مصر، يبقى هنقول people in Egypt تمام people in Egypt ده الفاعل حلو، او قد يكون الفاعل اكثر من كلمة. experience بمعنى يتعرض لي او يمر بتجربة تمام، ممكن اقول face يواجه، الله ينور عليكم، يبقى experience accidents يعني بيتعرضوا لي الحوادث او بيمروا بتجربة الحوادث، due to اللي بتساوي owing to اللي بتساوي because of، التلاتة بمعنى بسبب تمام، بسبب their neglect، neglect يعني اهمال، بسبب اهمالهم لإيه؟ of the safety rules لقواعد السلامة safety rules that have been put والتي وضعت، جملة مبنية لمين؟ للمجهول في زمن المضارع التام، وضعت وما زالت، يبقى الحدث بدأ في الماضي بس لسه موجود فين؟ في الحاضر. that have been put او that are put وكلاهما صحيح in place والتي وضعت في مكانها
to protect them لتحميهم protect طبعا عارفين يحمي from accidents from accidents من الحوادث تمام اشترب على بعضها people in Egypt experience accidents due to their neglect of the safety rules that have been put in place to protect them from accidents تمام التمام يلا بينا نروح للترجمة اللي بعدها نجيبها الأول من مين نجيبها الأول من الكتاب يا حبيبي الناس معايا معاك يا مستر محمود بسم الله تمام التمام تانية بتقول ايه الزيادة السكانية احد اهم معوقات التنمية والتقدم في كثير من بلاد العالم وخاصة الدول النامية تمام يلا على طول نروح للحل يا حبيبي ها population increase يعني الزيادة في السكان وممكن اقول over population ممكن اقول يا حبيبي over population يعني ايه over population حبيبي الاولى مستر يعني الزيادة السكانية تمام ركز اهو معايا يا باشا تمام يبقى هنقول اهوت over population ممكن نكتبها جنبها ممكن اقول population increase وكلاهما صحيح طب عايزين نكتب over بس هنكتب over ها over o v e r population يبقى over population او population increase is one of the most important معوقات يبقى obstacles obstacles احفظ الكلمات المهمة ديت وفي جدول تحت الترجمة هيبقى عليك حفظ فيه اهم الكلمات الصعبة اللي موجودة في الترجمة اللي احنا حليناها دي يبقى obstacles بمعنى معوقات to development معوقات ايه التنمية او التطور and progress progress اللي هو مين طبعا التقدم in many countries في العديد من الدول of the world في العديد من دول العالم او the world countries هي in many countries of the world او the world countries especially احفظ الكلمة دي زي عينيك وخصوصا the developing countries الدول النامية طبعا احنا عندنا نوعين من الدول دول متقدمة بنقول عليها developed الاخرها ed لكن النامية developing لاخرها ing تمام خد بالك ان الصفة بتيجي قبل الموصوف طبعا بدأنا بالفعل population increase او over population عايزين نقول واحد من احفظ واحد من اهم واحد من اخطر يبقى is one of the most من اهم تقول important من اخطر dangerous serious على حسب بس تحفظ التعبير ده is one of the most وبعدين صفة تناسب المعنى المطلوب طيب يا باشا obstacles to development obstacles تحفظها يعني معوقات التنمية and progress طبعا في إضافة فنحط and وبعدها المضاف تمام شطار أو في عطف in many countries في العديد من الدول of the world وممكن تقول world countries احنا قلنا المضاف مضاف إليه ما نشقلب الكلمتين وإما نحط ها ذا قبل النكرة و of قبل المعرفة صح ولا شطار و the world طبعا بنحط قبلها ذا وشقلب أحسن تقول world countries أسهل عليك especially خصوصا the developing countries وممكن بدل كلمة countries تحط كلمة once كلمة مين يا شطار once بدل ما تعيد وتزيد يعني countries احنا ذكرناها قدام فممكن تقول وخصوصا النامية منها فتقول ساعتها countries او once once تكتب ازاي مش once مرة او ذات مرة لا يا حبايبي once اللي هي دي حبايب قلبي اللي هي o n e s تمام بدل ما نكرر يا حبايبي ممكن نشيل countries ونحط ايه once معناها الدول يعني طب يلا بينا نكمل يقول لي الترجمة رقم 3 تعال نشوف كده فيها ايه في الكتاب وبعدين نرجع تاني للحل تتطلع شعوب العالم الى السلام والاستقرار اللذين تهددهما النزاعات التي تسود اجزاء كثيرة من العالم واهمها منطقة الشرق الاوسط يلا بينا نحل مع بعض يا شطار يلا بينا حبايبي the peoples of the world يعني شعوب العالم حلو قوي قوي بدأنا بالفعل اهو فين فعل الجملة فين فعل الجملة هنا برافو عليكم اللي هو the peoples of the world طبعا شعوب نقول the peoples ونجمع عادي خالص ونحط ذا يبقى the people of the world ادي السبجكت الفعل طب عايزين فعل aspire to ما احنا ملتزمين ببناء او ترتيب الجملة اللي اتفقنا عليه اللي هو مين يا حبايبي فاعل ثم فعل طيب aspire ولا aspires كلمة aspire to بمعنى يتطلع الى على فكرة تمام يا حبايبي او يصبو الى بالصاد يصبو الى ممكن واحد يقول look forward to صح برضو تمام aspire to ما حطناش اس لان people's جمع فلازم يبقى في تناسب بين فعل الجملة وفعلها فعل الجملة ها لازم يكون مفرد اخره اس لو الفعل مفرد ولازم يكون
فعل جمع يعني بدون اضافات يعني في المصدر لو الفعل جمع، تبع لقاعده زمن المضارع البسيط. حبايبي معايا، خد بالك من النقط ديت، لان الترجمه مش عشان نضمن سؤال الترجمه بس، عشان كمان نكتب ايساي كويس او يتحسن كتابتنا في اللغه الانجليزيه. تمام. اسباير تو، حفظنا اسباير تو، يصبو الى او يتطلع الى، بتساوي لوك فورورد تو. واحد يقول له مستر طب انا مش عارف الاثنين، اكتب نيد تو، يعني نيد تو يحتاج الى، مفيش مشكله يعني حبايبي. طيب بيس السلام، and stability الاستقرار. طب الصفة من كلمة stability ايه؟ stable اللي هي stable stable، وصلت يا حبايبي كده؟ تمام التمام، معناها مستقر، دي الصفة. which are threatened، والتي ها او هددت. السلام والاستقرار او اللذان هددا، لانهم هنا مثنى، واللذان بويتش غير عاقل، وهددة جملة باسيف مبنية للمجهول، يبقى نحط ار لانهم جمع. طبعا احنا ما عندناش في اللغة الانجليزية ايه مثنى، ما زاد عن ها واحد فهو جمع. ار threatened، ار والتصريف الثالث، threaten يعني يهدد، threaten يهدد، threaten تصريف ثالث، والتي هددت. باي بواسطة، احنا بنبني المجهول. conflicts يعني conflicts الصراعات. that blog many كلمة blog many parts of the world، والتي سادت او عمت في الكثير من اجزاء من العالم. تمام. واحد يقول له مستر سادت، ممكن احط بدلها كلمه بريفيل. طب واحد تاني يقول لي ايه اكزيست، يعني ايه يا جماعه اكزيست؟ اكزيست يعني ايه؟ تتواجد. طبعا اكزيست بمعنى تتواجد. معلش اسف للصوت بس عشان شويه التعب دول، معلش يا حبايبي. طيب يبقى بلاج بمعنى ايه؟ تسود او تتواجد. في many parts of the world، في العديد من ايه؟ من اجزاء العالم. the most important of which is the middle east، واهم منطقه طبعا فيهم هي منطقه the middle east الشرق الاوسط. وصلت يا حبايبي كده؟ تمام. يلا بينا نكمل مع بعض. number 4 every، نشوف الاول الجمله في كتاب جيم رقم 4 يا مسهل الحال يا رب. نسمع يا حبايبي معاك يا مستر. طيب أربعة بتقول إيه؟ كل عام يفقد الملايين من الناس أرواحهم أثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط، تمام، للهجرة إلى أوروبا آملين في حياة أفضل. تمام. يلا بينا نترجم بقى على طول كده إيه للغة الإنجليزية. هنقول every year، كل سنة، millions of people، يعني طبعا ده الفاعل. تمام. وحطينا طبعا ظرف الزمني إما في بداية الجملة، ممكن نحطه في آخر الجملة هنا مفيش مشكلة. يبقى every year millions of people، ملايين الناس، ده الفاعل. lose يعني lose، يفقد، برافو عليكم. their lives، حياتهم، تمام، جمع، طبعا بنشيل الاف اي ونحط في اي اس. while trying to cross، بينما يحاولون، trying to، والفعل فين؟ في المصدر. while طبعا ما فيش بعدها فعل، نحط فيرب اي ان جي، وهنا للمعنى فممكن استخدم بعدها فيرب اي ان جي على طول للدلاله على المضارع. while trying to cross، تمام، while trying to cross على بعضها معنى ايه؟ بينما يحاولون عبور، بينما يحاولون عبور، بينما يحاولون عبور the Mediterranean. Mediterranean نطق صح حبايبي، البحر المتوسط. Mediterranean Mediterranean، قول ورايا عشان في ناس كتير قوي. شوف انت كنت بتنطقها قبل كده كده ولا ايه؟ شوف كده قارن. ها Mediterranean Mediterranean يعني Mediterranean يعني البحر المتوسط. to migrate او immigrate، لكي يهاجروا. يبقى كلمه ها migrate مركزين يا حبايبي، مركزين يا مستر. كلمه migrate يهاجر، جاي منها كلمه migration، لو شلنا الاي وحطينا اي او ان تبقى الهجره. to europe لاوروبا، hoping for a better life، متمنيين حياه افضل. تمام يا جماعه، او املين في حياه افضل. املين اسم فاعل، hoping for a better life، بيقول لك املين شاكرين، حط الفيرب اي ان جي، hoping for a better life. يلا بينا رقم 5، نشوفها الاول من كتاب جيم يا حبايبي كما اعتدنا. يلا بينا بسم الله. بيقول لي ايه؟ يختلف احتفال الناس بالمناسبات المختلفه باختلاف ثقافتهم وعاداتهم وطرق تفكيرهم. دي رقم كام؟ 5 عندك في الكتاب. يلا نشوف الحل. تمام. يبقى نقول اهو people الناس تمام celebrate يعني celebrate يحتفل، ادي الفاعل people. شوف الترتيب لازم يكون كده، celebrate يحتفل، ها مناسبات مختلفة، يبقى طبعا occasion different ولا different occasions؟ لا different occasions، occasions بمعنى مناسبات. according to يعني طبقا ل their cultures، طبعا زرت الكتب صح مش T-H-E-R-E، انا عايز هنا صفة ملكية من الجمع، يبقى T-H-E-I-R their culture ثقافتهم، تمام، او ثقافتهم.
customs يعني عاداتهم and ways of thinking وطرق تفكيرهم. وصلت يا حبايبي ولا ايه؟ تمام التمام. وطرق تفكيرهم. يبقى people celebrate different occasions according to، طبعا حافظين التعبير ده، يعني طبقا ل their culture ثقافتهم، customs عاداتهم، and ways of thinking وطرق تفكيرهم. يلا بينا نكمل number 6 والاخيره. بيقول لي فيها ايه؟ نجيبها الاول من الكتاب يلا حبايبي ونقراها. يجب ان تقوم المؤسسات الكبرى بالاستثمار في البحث العلمي لمساعدة الحكومة على تطويره واستفادة المجتمع من نتائجه. يلا بينا نحل مع بعض. يبقى هنقول major institutions يعني ايه يا حبايبي؟ يعني المؤسسات الرئيسية. وصلت يا حبايبي؟ حلوة قوي قوي. طيب should invest invest الاول يجب ان ليه should، حلوة قوي، او have to ما فيش مشكلة لان هنا جمع، او must كل ده صح. in scientific يجب ان تستثمر في scientific research في البحث العلمي، to help the government لمساعدة الحكومة develop ان تتطور او تطوره، تطور مين؟ البحث العلمي. يبقى البحث العلمي ده مش مسؤولية الحكومة بس، ده مسؤولية كل المؤسسات الرئيسية في البلد حتى الشركات ورجال الاعمال. يبقى major institutions زي الجامعات ورجال الاعمال والمنظمات، كل دول major institutions should، institutions قلنا بمعنى مؤسسات او هيئات ما فيش مشكلة. should invest يجب ان تستثمر، قلنا invest بمعنى يستثمر، مستثمر investor اخرها or ومال الاستثمار ذات نفسه investment. تمام. in scientific research يعني في البحث العلمي، to help the government لمساعدة الحكومة develop it لمساعدة الحكومة في تطويره. خد بالك بقى ان في هنا حتة حلوة ليه ايه؟ عندنا help اهو الفعل help بيقول لك يجي بعديه مفعول اللي هو هنا مين؟ the government زي ما حضراتكم شايفين كده، ثم مصدر او to الفعل فين؟ في المصدر. فعشان كده قلنا help the government develop او to develop it وit بتعود على scientific research اللي هو البحث العلمي، and society وكمان لمساعدة المجتمع help society to benefit from its results للاستفادة من نتائجه وكمان لمساعدة ايه؟ المجتمع. بدل ما تقول ايه and to help society قلت على طول and society to benefit from its results. طبعا خدنا الفعل benefit from بمعنى ايه يا حبايبي؟ حاولوا مستر benefit from بمعنى يستفيد من، وbenefit لوحدها ممكن استخدمها كنوم بمعنى استفادة، وits ده صفة ملكية من غير العاقل بتعود على البحث العلمي اللي هو scientific research، وطبعا ما فيهاش apostrophe s لا it's its صفة ملكية لغير العاقل، لكن it apostrophe s اختصار ل it is او it has على حسب ما يجي بعديهم، وresults طبعا اللي هي نتائج. يبقى على بعضها major institutions should invest in scientific research to help the government develop it and society أو to help society to benefit from its results. إلى هنا يكون انتهينا من حل كل السكيلز الخاصة بيونت 12 الوحدة ال 12 من كتاب جيم، وتحديدا صفحة 115. فاضل لنا حاجة بسيطة بس عشان يبقى خلصنا المحاضرة النهاردة يا حبايبي، ويبقى معادنا الفيديو إن شاء الله بتاع بكرة بإذن الله عيدكم ننزله حل تيست 4 ان شاء الله على الوحده ال 12. الكلمات دي بقى حفظ انريتش يور فوكاب 3 تمام، قاموسك اللغوي او كلماتك انريتش معنى يو 3 بالث. تمام، تعالى بقى نقرا الكلمات دي مع بعض ريبيت افتر مي يا حبايبي، وتحفظوها لي وتحطوها في القاموس بتاعكم. يلا بينا ريبيت افتر مي، قول معايا كالتشر ديفلوبينج كانتريز ديفوت ديفوت بمعنى يكرس يعني يخصص. تمام، واحد يقول لك ايه ده كرست حياتها خصصت حياتها لعيالها بعد وفاة زوجها، فهمتوا حبايبي؟ تمام. ديسبوتس نزاعات. انشر يضمن. هورايزنز افاق، ما اعرفش انتوا كنتوا بتنطقوها ازاي صراحه، هورايزنز افاق. immigration الهجرة، وممكن اشيل الاي ام فتبقى immigration برضو بمعنى الهجرة، والفيرب منها قلنا ايه immigrate او migrate. yeah industry الصناعة.
institutions institutions المؤسسات، والفعل institute يؤسس، وعلى فكرة institute كمان بمعنى معهد، و institution بمعنى معهد برضه. investment 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 يعني الاستثمار، وقلنا investor اللي هي investor بمعنى مستثمر، تمام، وانفست يستثمر. mutual mutual مش mutual او ما اعرفش بتنطق ازاي، mutual 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 يعني متبادل او مشترك. obstacles 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 يعني معوقات. occasions معايا حبايبي occasions occasions مناسبات. overpopulation او population increase او increasing الاثنين نفس المعنى بمعنى الزيادة السكانية. overpopulation. tolerance يعني التسامح، جاي منها tolerant لو شلنا السي اي وحطينا تي تبقى متسامح الصفة. valid valid بمعنيين صالح او ساري. willingness willingness يعني ايه willingness؟ الاستعداد. willingness بمعنى الاستعداد. ان شاء الله معادنا المحاضرة القادمة غدا بإذن الله تعالى، ربنا يدينا العمر بإذن الله، مع حل تيست 4 امتحان شامل على يونت 12. حضرتك حلهولي يلا وجهزهولي عشان بكرة تراجعوا معايا بإذن الله كامل. وإلى أن ألقاكم ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، وحضراتكم بكل صحة وسعادة. وما تنسوش دعم قنواتكم يا حبيب قلبي أو قناتكم، تمام، ادعمنا بالاشتراك أو بالإعجاب وبالتعليق، وياريت تشير كمان عشان ناس كتير تستفيد، وربنا يكتب لك الأجر وتاخد أجر الصدقة الجارية بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.